بيوتنا لن تتسع، وإن اتسحت مساحتها إذا ضاقت قلوبنا. الحياة الزوجية خاصة، خلونا نتكلم بواقعية في ظرف كهذا اللي نحن فيه في البيوت، عشان نخفف علينا الظروف هذه لابد أن نتعامل برفق في بيتنا. هذا الوقت لا ينفع فيه لا عصبية ولا صريخ ولا تأفف ولا كلمات جارحة، لن ينجينا في هذا الوقت بعد توفيق الله إلا الرفق في بيوتنا، القلوب الواسعة. ذلك جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من حرم الرفق حرم الخير. إشارة واضحة أن الإنسان بلا رفق سيحرم نفسه خيرا كثيرا. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.